طيب، كانت ضربة بداية للمنتخب الوطني أمام غينيا الجديد. احنا كسبنا 1-0. محمد صلاح النجم العالمي بيغيب عن المباراة اللي جاية للإصابة اللي عنده في الركبة، فبالتالي تقرر عدم سفره غدا مع المنتخب إلى ملاوي. المنتخب هيلعب يوم الخميس مع أثيوبيا في ملاوي، مباراة الجولة الثانية في هذه المجموعة الرابعة اللي مصر فازت فيها على غينيا امبارح 1-0 بهدف مصطفى محمد، وأيضا ملاوي كسبت أثيوبيا 2-1، فبقت صدارة المجموعة لملاوي ثم مصر بفارق هدف. يبقى لقاء مصر وأثيوبيا إن شاء الله يوم الخميس يحسم جزء كبير من فرص التأهل، إذا ما وضعنا في الاعتبار إن هم 12 مجموعة في التصفيات بيصعد فريقين من كل مجموعة، فبالتالي فوزنا على أثيوبيا هيعزز كتير من فرص التأهل، لأنه خلاص هيبقى أثيوبيا ما عندهاش نقاط، خسرت من ملاوي وإن شاء الله تخسر من منتخب مصر. يبقى مصر وملاوي، لأنه ملاوي هتلعب غينيا، هيكون أول وتاني هم اللي هيتأهلوا للنهايات اللي هتكون في كوت ديفوار يناير من العام بس القادم. بس النتائج يا أستاذ إبراهيم قريبة، 1-0 2-1، فما تضمنش النتائج. احنا نتمنى طبعا فريقنا بس يعدي عنق الزجاجه وبعدين نتكلم على المستويات والاختيارات. طيب، هيغيب كمان محمد الشناوي حارسنا الدولي الكبير لانه عنده كورونا وما كانش اتمرن الفتره اللي فاتت. كمان احمد فتوح كان عنده كورونا وغاب الماتش اللي فات، الجهاز الطبي بيطمئن عليه. تريزيجيه كمان عنده اصابه منعته من المشاركه في المباراة اللي فاتت. الشناوي شفي من كورونا، بقى سلبي كورونا، لكن هو ما اتمرنش الفترة اللي فاتت، ففضل الجهاز الفني إراحته. هيشارك محمد الشناوي في مران الفريق اليوم مع المنتخب اللي بيجري حاليا، ويحسم الكابتن إيهاب جلال إمكانية سفره. لكن محمود تريزيجيه كانت الأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلات، خرج من التشكيل في الوقت المتأخر قبل المباراة أمام غينيا. عجبك المنتخب؟ مش مطلوب يعني أكتر منك إنك تكسب أول ماتش. مش عايز إن أنا برضو أقعد يعني أطلب الكمال. لسه الجهاز الفني ما خدش وقته بالكامل، لكن واضح ان المستويات في افريقيا تقاربت الى درجه لا يمكن التنبؤ بالنتائج فيها. لكن الحقيقه الناس كانت مترقبه ضربه البدايه للكابتن ايهاب جلال، بحكم ان دي اول مباراه للمدير الفني يقود فيها المنتخب. الناس كثيره كان عندها اراء مختلفه ومتباينه حوالين توليه المهمه، لكن قلنا مرارا وتكرارا يا جماعه، اما وقد عين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب له على الجميع حق المسانده والدعم والمؤازره. نتمنى ده يكون ان شاء الله موجود في الفتره اللي جايه، لان هي ديت مصلحه منتخب مصر، وهي ديت اللي ممكن باذن الله تعالى شيئا فشيئا يتحقق من خلال ايهاب جلال وجهازه المطلوب. نشوف الكابتن ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. الحمد لله النهارده عامل مجهود كبير جدا في لعيبه اصلا كمان عندها كان بعض المشاكل زي عمرو السوليه ومحمدي، ما لعبوش غير 90 دقيقه. دي اول 90 دقيقه عمرو السوليه لعبها تقريبا من مده، وادى ده جاي جدا. حمدي برضو لعب المباراه اللي فاتت في نهائي افريقيا مع النادي الاهلي وجيف، فاعتقد انهم عملوا مجهود كبير جدا مع ياسر ابراهيم، وكانت روحهم كويسه جدا طول الايام اللي فاتت. محمد مجدي بقى له مده كبيره ما بيلعبش في المنتخب، وانا عندي ثقه فيه كلاعب، والحمد لله نزل قدر يوصل له ثلاث اربع كور، ما لقينا في شكل مختلف شويه، قدر كره توصل للثلث الاخير بسهوله، وده اختلاف في بعض اللعيبه. طيب، الكابتن ايهاب جلال يا باشمهندس يعني رقم واحد، هو عنده ثقه كبيره في اللعيبه وشايف انه لسه بدري شويه، لكن لفت نظري اشادته بقفشه وانه عنده ثقه كبيره فيه وفي قدراته. اصل هو طريقه لعب الكابتن ايهاب بيعتمد على البلاي ميكر، وشفنا اعتماده لحد كبير على عبد الله سعيد مع بيراميدز، فقفشه بيعمل الدور ده.
وهو قفشه ما هو لعيب يعني اللي بيقول لك بيشترط انه يلعب. ده احنا نتمنى ان قفشه يكون موجود باستمرار وهو عارف ايه اللي يفرضه على اي مدرب. ولكن احيانا مش هتقدر تلعب لعيب من اول الموسم لاخره كل الدقائق يعني. طيب بنشوف قفشه نفسه بقى بعد المباراه بعد مشاركته مع المنتخب وتاثيره اللي كابتن ايهاب اشاد بيه برغم ضيق الوقت اللي شارك فيه، نشوف قفشه بعد المباراه. اول ماتش ده مهم جدا انك تكسب، طبعا انت عارف لعيبه كتير جايه يعني خسرانه بطولات زي كابتن محمد صلاح واحنا والاهلي ولعيبه كتير برضو المحترفه، ده كابتن ايهاب قعد معانا كتير واتكلم معانا في الحاجات دي كلها، اللعيب الكبير هو اللي بيقف في المواقف دي ويعرف يطلع منها. زي ما بتكسب بتبقى مبسوط، طبيعي انك هتخسر، فلما تخسر تعرف تطلع بقى من الحاجات دي وده المهم يعني. لا يعني كابتن ايهاب يعني واحد من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي وبحترمه جدا وفي علاقه احترام متبادله طبعا. انا اتمرنت معاه في انبي من زمان ويمكن هو واحد من الناس اللي خلاني ابدا العب في رقم 8 في مصر، فانا يعني من غير ما يديني تعليمات انا عارف هو هيقول لي ايه، يعني من نظره العين انا بفهم الكابتن ايهاب على طول. بس فالحمد لله يعني نزلت وحاولت ان انا اساعد الفريق، واهم حاجه زي ما قلت لك في الاخر المكسب، لان احنا عايزين ناخد افريقيا يعني عايزين نكسب نصعد عشان ناخد البطوله باذن الله يعني. في الحقيقه روح كويسه قوي يعني، يعني قفشه بيتكلم على انه الكابتن ايهاب قعد معانا فتره عندنا لمه كويسه، كلامنا مع بعض كويس، اللعيبه الكبيره هي اللي بتقدر تجتاز ده وتحس ان الروح كويسه يا باشمهندس. شوف احنا احترنا لازم نساند. ايوه. مفيش طرف الاختيار. لا مش الاختيار، طرف التنظير. والانتقاد القاسي يعني. لان طب هنوصل بيه لايه؟ مفيش حاجه عجبانا. ما هو مش عايز اصدق كيروش بقى ان هو ده المستويات لما قال لك اللعيبه. كيروش دلوقتي. يعني شوف الراجل بيقول علينا ايه بعد ما مشي. قال لك ولا مهارة ولا أساسيات ولا يعني مش عايزين الكلام ده يكون هذا النوع من الهد غير لائق، غير لائق إن المدرب يطلع يتكلم على فرقة كان بيمرنها كده. يعني قبليها كان دائم الإشادة بالمجموعة اللي معاه. نتمنى إن الكابتن إيهاب بيقدر خلال الفترة الجاية يقدم لنا كرة فيها شيء من المتعة والنتيجه.